في الكويت. كوجي في الكويت. اهلا بك يا قداسة البابا الكويت. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نحن فرحانين جدا بزياره قداسة البابا لينا في الكويت. دي الزياره الاولى لي، ومن كتر فرحتنا وفرحه الشعب اللسان يعجز عن وصف لهفة الناس ان هي تشوف قداسة البابا وتسلم عليه شخصيا. طبعا بنشكر جدا قداسة البابا لاهتمامه بينا وافتقاده لينا رغم كل مشغولياته وكل ازدحام وقته. وبنشكر كمان مطرنا الانبا انطونيوس، مطرنا الحبيب، على رعايته لينا ومحبته الكبيره لينا ولشعبه. وطبعا بنشكر كمان قناه كوجي بكل المسؤولين عليها، ابتداء من قداسة البابا تودروس والأنبا مرقس وكل العاملين فيها على تعبهم وعلى زيارتهم لينا. ونتمنى ان دي ما تكونش الزياره الاخيره، ونشوفهم دايما والبابا دايما نشوفه بخير ومنورنا دايما بسلام. كوجي لكن جوري. بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به. كنيسة ماري مرقس بالكويت فرحانة ومتهللة بقدوم قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقيامه بالزيارة التاريخية إلى الكنيسة بالكويت. منذ سمعنا بقدوم قداسته إلى كنيسة ماري مرقس بالكويت كلنا سعادة وفرح وبهجة وتهليل واستعدادات على قدم وساق بتوجيه وإرشاد حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطرنا الجليل. نشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس المسؤول عن قناة كوجي، ونشكر ربنا ان احنا هناخد بركته ان هو هيشرفنا ويباركنا ضمن الوفد المرافق لقداسة البابا تودروس. نشكر ايضا نيافة الانبا بخوميوس لان الكويت بالنسبة له مهمة جدا، لانه هو اول من اوفده المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس إلى الكويت لبدء الخدمة فيها. نشكر نيافة الأنبا يساب على قدومه إلى كنيستنا بالكويت، وبنقول لهم وعلى رأسهم قداسة البابا الأنبا تودروس أهلا بيكو في كنيستكو في مكانكو، نأخذ بركتكو، هنفرح بقدومكو ووجودكو معانا الكام يوم ونأخذ بركتكو. شكرا لكم جميعا.
رحلة جميلة ويا يسوع فيها راح نشبع من جوا. يا صايمين لكن نشيطين نجري من إخبار الأول ملكوت الله تسعني من غير ذبوة، التاني الأمل أمني الكامو من غير ذبوة، التالت الأبن الدال الأبو الرب يسوع. رحلة جميلة ويا يسوع فيا راح نشبع من جوا، رحلة جميلة ويا يسوع فيا راح نشبع من جوا، فيها صايمين لكن نشيطين نجري من أسبوع لأسبوع. الرابع السمرية الغرقانة في الخطية، الرابع السمرية الغرقانة في الخطية، هات الميرت من المية صهر لأسيا الينبوة. رحلة جميلة ويا يسوع فيا راح نشبع من جوا، رحلة جميلة ويا يسوع فيا راح نشبع من جوا، فيها صايمين لكن نشيطين نجري من أسبوع لأسبوع. فرحانين قوي قوي انك وسطينا، سيدنا حبيبنا الغالي علينا، فرحانين قوي قوي انك وسطينا. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. طبعا احنا فرحانين جدا بزياره سيدنا قداسه البابا تودروس الثاني. الزيارة دي كانت حلم بنحلم فيه من سنين طويلة جدا. الحقيقة احنا كان زيارة سيدنا دي جاية بدعوة كريمة من سمو أمير البلاد من حوالي سنتين، واحنا من الوقت ده منتظرين الزيارة وبنعدل لها، وفرحنا قوي من حوالي شهر ونص شهرين لما تبلغنا انه سيدنا هيزور الكويت. واحنا بنشكر دولة الكويت، أول دولة في خارج مصر تقيم كنيسة. احنا عاملين لما بدأنا ندرس تاريخ الكنيسة وعملنا كتاب عن تاريخ كنيسة مرمرس في الكويت، فكنيسة مرمرس في الكويت أول كنيسة موجودة لنا كأقباط خارج مصر، موجودة من سنة 61 تقريبا. والحقيقة هنا الشعب الكويتي شعب عنده التسامح الديني وعنده القلب الكبير زي ما بيقولوا دايما، وزي ما أبونا بيقول ادونا أكتر من طلبنا. احنا كان عندنا كنيسة صغيرة عند الشيراتون، وجات لظروف معينة إنها الكنيسة دي مرت بطريق مفروض ينشأ. في الحقيقة أدونا عشرات الأضعاف للمساحة اللي كنا واخدينها، والحقيقة منلاقي تعاون كامل من المسؤولين الكويتيين، نلاقي تعاون كامل من الشعب الكويتي، نتعامل كامل من رجال الأمن. لو حضرتك جيت تشوف اللي احنا فيه، احنا في عرس كامل. انت لو تيجي تشوف مش عرس كامل للمسيحيين، لا، عرس كامل للدولة كلها، مسيحيين ومسلمين كويتيين ومصريين، كل الجاليات العربية كل الجاليات الأجنبية، كل الناس واقفة ومترقبة ومنتظرة الزيارة الأخيرة سيدنا البابا. فإحنا فرحانين قوي بزيارة سيدنا ووجوده وسطينا، وإن شاء الله تبقى زيارة مثمرة وتجيب نتائج كويسة جدا. كوجي لكن بوري.